السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي قسم الملابس الجاهزة، ومعكم إن شاء الله في مادة المقاسات والتكاليف. زي ما احنا عارفين إن مادة المقاسات والتكاليف ما هيش جديدة علينا، بل احنا تعرضنا لها في الصف الثاني وأخذنا البدايات بتاعتها والأساسيات اللي احنا بنمشي عليها في حل المقايسة. طبعا احنا عارفين إن المقايسة ديت هي قائمة، أو كل مواد التخصص قائمة على حل هذه المقايسة، أو هي مرتبطة بجميع مواد التخصص. إحنا طبعا بندرس في مواد التخصص مواد كتيرة، منها مراقبة الإنتاج والتخطيط والرسم البطرون أو الرسم الفني والتصميم الصناعي والخامات بالنسبة للصف الأول والصف الثاني. كل ديت مواد بتخدم مادة المقايسات أو بتساعدنا أساسا في حل المقايسة. بداية كده احنا نيجي نعرف يعني ايه هي المقايسة. المقايسة لما نيجي نقول هي ايه، المقايسة هي بمعنى الصريح كده هي عملية حسابية. عملية حسابية لايه؟ احنا كقسم ملابس جاهزة او تخصص ملابس جاهزة قائمين على صناعة ايه؟ قائمين على صناعة الملابس الجاهزة. طيب، او القطعة الملبسية. الملابس الجاهزة او القطعة الملبسية ايه اللي داخل في انتاجها؟ في حاجة نوعين قائمين على صناعة القطعة الملبسية، بيقول لي خامات أساسية وخامات مساعدة. إيه هي الخامات الأساسية؟ إحنا عارفين إن الملابس الجاهزة هي بتصنع من القماش. طيب في حاجة أساسية تانية؟ لا، هو القماش بس. القماش بقى بجميع أنواعه، سواء كانت أقمشة منسوجة أو أقمشة التريكو. الأقمشة المنسوجة اللي إحنا عارفينها كلنا، اللي هي عبارة عن تعاشق السدة واللحمة، اللي زي ما إحنا دارسين في الصف الأول وفي الصف الثاني، ده الأقمشة المنسوجة. اما اقمشه التريكو اللي هي بتتكون من تعاشق الغرز مع بعضها، ده قماش وده قماش، بيدخل في صناعه الملابس الجاهزه. ايوه، هو بيدخل في صناعه الملابس الجاهزه. يبقى اذا احنا دلوقتي احنا بنحسب كل حاجه داخله في صناعه المنتج الملبسي، سواء كانت خامه اساسيه وانا قلت اللي هي القماش ومفيش غيرها هو القماش. طيب ايه هي الخامات المساعده بقى؟ الخامات المساعده دي كتيره ومتعدده. طيب انا ممكن اقول ايه الخامات المساعده؟ الخامات المساعده زي الخيط، الخيط اللي بيتخيط به المنتج الملبسي، دي خامة مساعدة. أيوة، خامة مساعدة بتساعدني على حياكة المنتج أو تجميع أجزاء المنتج أو إعطائي الشكل المنتج في الشكل النهائي. طيب إيه تاني؟ حاجات تانية زي الزراير، زي الكمش، زي الكباسين. طيب يبقى احنا دلوقتي بنقول إيه هي المقايسة؟ يبقى المقايسة لما نيجي نعرفها كده تعريف صريح، بنقول هي حساب كل ما هو داخل في صناعة القطعة الملبسية. حساب كل ما هو داخل في صناعة القطعة الملبسية أو الملابس الجاهزة. احنا قلنا من ايه؟ من كميات وأسمان. كميات وأسمان ايه بقى؟ كميات الخامات الأساسية والخامات المساعدة. طيب وأسمان ايه؟ أسمان برضو الخامات الأساسية والخامات المساعدة. يبقى اذا احنا بنحسب كميه واتمان الخامات الاساسيه. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا الاقمشه بانواعها. الاقمشه بانواعها احنا قلنا اللي هي المنسوجه واللي هي الاقمشه التريكو. طيب وايه هي الخامات المساعده؟ الخامات المساعده مثل الخيوط والبكر والزراير والسوست والكبش والاحزمه، كل دي اسمها خامات مساعده، واحنا بنطلق عليها في بعض الاحيان معظمها بنطلق عليه اكسسوارات، اكسسوارات الملبس اللي احنا بنكمل بيها مكملات الملبس. تمام كده؟ طيب يبقى احنا عندنا اول حاجه تحديد الخامات الاساسيه والمساعده وتحديد ثمنها. طيب ايه تاني؟ تحديد مراحل التشغيل المختلفه. تحديد مراحل التشغيل المختلفه بتبدا من ايه؟ احنا زي ما درسنا في ماده مراقبه الجوده وتخطيط الانتاج في الصف الثاني، وكذلك برضه في الصف الثالث معانا السنه دي، بندرس ايه هي، وفي ماده المعدات والالات بندرس ايه هي الخطوات تصنيع المنتج الملبسي. ايه هي خطوات تصنيع المنتج الملبسي؟ بتبدا من مرحله التصميم. التصميم الموديل، احنا عندنا بنحط الموديل اللي احنا عايزين ننفذه. طيب بعد ما نحط الموديل اللي احنا عايزين ننفذه او التصميم، بنيجي لرسم الباترون. ايه هو رسم الباترون؟ حط لك الابعاد بتاعت الباترون بتاعتك او المقاسات بتاعت الباترون بتاعتك، سواء كانت مقاسات شخصيه او مقاسات ماخوذه من جدول المقاسات القياسيه اللي هي موحده على جميع المصانع او موحده تبع للتوحيد القياسي، لهيئه التوحيد القياسي.
اللي هي مثلا يقول لك نفذي لي مقاس 42، يبقى احنا دوت ليه جدول مقاسات اللي احنا عارفينه كلنا زي ما بناخد في مادة الرسم الفني، وبناخد المقاسات ديت ونطلعها ونرسم على اساسها الباترون الاساسي ونضع القصة حسب التصميم او الموديل اللي هو اداهولنا. تمام كده؟ يبقى اول خطوة من مراحل التشغيل هي ايه؟ هي تحديد التصميم وبعدين رسم الباترون. طيب بعد كده، بعد ما رسمنا الباترون، بنفرد القماش ونقص ونحط ونعشق الباترون ونقص الايه؟ ونقص القماش. يبقى احنا بعد احنا مرحلة الفرد، مرحلة فرد القماش، احنا حددنا طبعا القماش وبنفرده وبنعشق الباترون وبعدين نقص الأجزاء. طيب بعد كده مرحلة التشغيل. طيب التشغيل دي بتشمل ايه؟ احنا بعد ما قصينا الأجزاء عايزين نجمعها عشان نكون المنتج الملبسي. طيب تجميع الأجزاء ديت اللي هي الحياكة، اللي هي حياكة الأجزاء مع بعضها. طيب والتشطيب؟ التشطيب اللي هو بيشمل عمليات التنظيف أطراف الخياطات اللي هي زي الأوفرلوك، وبعدين الكي، وبعدين التغليف. يبقى دي كلها خطوات مراحل التشغيل. بعد كده بنحدد أجور العمال، تحديد أجور عمال. احنا طبعا عندنا أجور العمال، يا إما نظام الأجر بالوقت، يا إما نظام الأجر بالقطعة، يا إما نظام الأجر بالمكافأة. إيه نظام الأجر بالوقت دوت وبالقطعة وبالمكافأة؟ إيه الفرق بينهم؟ بالوقت يعني هو يقول لي مثلا الناس شغالة باليومية، يعني إنتاج في اليوم شغالة باليوم مثلا. طيب بالقطعة يبقى بعدد القطعة، بيحاسب على القطعة، إنتاج القطعة الواحدة. طب هو هينتج لي مثلا في الساعة كم قطعة؟ يبقى هو على حسب ما يحدد في الإنتاج، هو مطلوب في اليوم إنتاج كم قطعة. طيب بالقطعة بيحاسب على القطعة الواحدة. طب نظام الأجر بالمكافأة، يعني هم مثلا قال لي انتج لي في اليوم 20 قطعة، طب هم انتجوا لي 25 قطعة، يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا اكافئهم على الانتاج الزيادة. ليه؟ لان عشان الانتاج يزيد. يبقى الفرق بين الانتاج اجور العمال يبقى هو تحديد اجر يا اما باليومية او بالقطعة او بالمكافأة. طيب بعد كده بيقول لي حساب الزمن اللازم للإنتاج واستهلاك الماكينات والكهرباء والوقت الضائع ونسبة الأعطال ثم إضافة نسبة ربح. طيب الزمن كمان اللي لازم للعمليات محسوب عليا؟ أيوة. ما احنا دلوقتي احنا ازاي بنقول احنا دلوقتي هنتحاسب على إنتاج بالقطعة أو بالوردية أو باليومية أو بالمكافأة؟ يبقى انا هو دلوقتي عامل لي حساب ان انا هنتج في اليوم او في الوردية مثلا اللي هي 8 ساعات، يبقى هو لو طالب مني 200 قطعة يبقى أنا هنتجهم على قد إيه؟ على كام وردية؟ الوردية 8 ساعات و200 قطعة، يبقى إحنا هنقسم ال 200 على الـ8، هيعديني عدد الساعات أو عدد الورديات اللي هيتم فيها إنتاج الكمية كلها. طيب بعد كده يبقى إحنا بنقول نرجع تاني ونعرف المقايسة. يبقى المقايسة هي حساب كل ما هو داخل في إنتاج القطعة الملبسية أو الملابس الجاهزة زي ما قلنا. وده التعريف برضو اللي احنا قلناه في سنة تانية السنة اللي فاتت. يبقى مفيش حاجة جديدة احنا بنتكلم عليها. طيب ايه الجديد بقى؟ برضو لسه ما اتكلمناش في حاجة جديدة. احنا دلوقتي بنقول برضو احنا بنراجع الكلام اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت، ايه هي الخطوات المتبعة في عمل المقايسة او في حل المقايسة. يبقى انا اعمل ايه لما اجي احل مقايسة او الخطوات المتبعة في عمل المقايسة؟ اولا تحليل اجزاء النموذج او التصميم. اما اجي اعمل هو بيقول لي حلل المقايسه ديت. يعني ايه حلل المقايسه؟ يعني بيقول لي حددي لي سعر البيع بتاع المنتج دوت، سعر بيع المنتج حدد لي سعره. يعني مثلا عندي فستان او بلوزه انا عاوز احدد سعره، بحدد سعره على اساس ايه؟ زي ما قلنا في الاول اللي هو حساب الكميات والاتمان واجور العمال ومراحل التشغيل والتشطيب والكلام ده كله. طيب يبقى انا لما اجي كده هو يديني فستان ويقول لي احسبي لي كمية القماشة اللي هياخدها وكمية الخامات المساعدة اللي هياخدها وطلعي لي ثمنه النهائي هيكلف كام. يبقى احنا اولا كده بنحلل اجزاء النموذج او التصميم. ايه هي اجزاء النموذج او التصميم؟ هو مثلا اداني فستان، الفستان دوت بشوف عبارة عن امام وخلف، عبارة في اكمام ولا ما فيهوش، في كولا ولا ما فيهوش، في جيوب واكوال ولا ما فيهوش. يبقى احنا اول حاجه تحليل اجزاء الموديل. ثانيا
حساب أبعاد كل جزء من أجزاء النموذج وإضافة القياسات الفنية لكل جزء. هو بيديني، أما بيديك الموديل بيديك الأبعاد بتاعته. يعني إيه الأبعاد بتاعته؟ يعني بيديك عرض الأمام قد إيه وعرض الخلف قد إيه، والكم مقاسه كام والإسورة مقاسها كام. يبقى أنت بتاخد الحاجات ديت، المقاسات ديت، وبتضيف لها بقى الإيه، المسافات الفنية لكل جزء اللي إحنا عارفينها، اللي هي زي إيه، زي مسافة الخياطة والثنايات والمردات والكسرات والتوسيعات. طيب احنا واخدين الحاجات دي السنه اللي فاتت، واخدين قاعده عامه لكل حاجه من الحاجات ديت. يعني مسافه الخياطه احنا هنسيبها قد ايه؟ السنه الخياطه بتساوي من 1 ل 2 سم لجميع الجهات ما عدا الحردات نصف سم. احنا زي ما احنا عارفين في ماده الرسم الفني، اما بنيجي نعشق البطرون وبناخد حواليه مسافات الخياطه، احنا فعلا بناخد مسافه خياطه حواليه 1 سم من جميع الجهات ما عدا حردات، اللي هي زي حرده الابط وحرده الرقبه، بناخد حواليها نصف سم. تمام. طيب ايه من 1 ل 2 دوت؟ بس احنا بناخد واحد بس يا الله، مش 2. طب الواحد دوت اللي احنا شغالين بصيغه المصانع، المصانع بتاخد اقل مقاس اللي هو 1 سم. ليه؟ عشان هي اصلا جهه انتاجيه بتحاول توفر في الكميات اللي هي بتستخدمها، وكمان توفر في الجهد وتوفر في الانتاج. تمام كده. دلوقتي بتزيد الانتاج، يبقى هي دلوقتي بتحاول توفر في القماش، يبقى هي بتاخد توحيد هو 1 سم. طب ال2 سم دول استعملهم امتى؟ لما اكون انا بنتج حاجه فرديه لنفسي انا. يعني مثلا لما بنتج قطعه ملبسيه انا لنفسي، انا باخد مسافه خياطه 2 سم وممكن اكتر شويه، بعمل حساب مثلا ان انا ازيد، يبقى انا اوسع القطعه الملبسيه شويه، ده اللي احنا بنستخدمه. لكن 1 سم هي موحده في جميع المصانع، بياخد حوالين القطعه الملبسيه جميع الخياطات 1 سم لجميع الجهات. طيب الثنايات اقل من 2 ل 5 سم. طب احنا لغايه دلوقتي احنا بنستخدم في الرسم الفني بناخد مسافه 2 سم بس، مسافه ثانيه الذيل اللي هي سواء كانت البلوزه او الفستان او الجاكيت، دي برضو الطريقه المتبعه في المصانع، بياخد 2 سم. طب امتى تزيد تبقى 3 او 4 او 5؟ لو هو قال لي مثلا خلي ثانيه الديل كذا، اذا هو قال لي في التمرين او المساله. طيب انا برضو ممكن استخدمها في القياسات الشخصيه لنفسي، لما بكون بنفذ حاجه لنفسي، حاجه فرديه، انا ممكن اخلي ثانيه الديل 3 او 4 او 5 سم. ليه؟ اعمل حساب ان انا اطول شويه، اطول، يبقى اطول الموديل بعد كده. تمام. طيب بعد كده بيقول لي انواع المردات، ازاي بنحسبها انواع المردات ديت، ازاي هي كام نوع واحنا بنحسبها ازاي. اول نوع خالص المرد البسيط اللي احنا عارفينه، اللي هو مسافته 2 سم، المرد البسيط خالص اللي هو عروة وزراير عادي خالص. طب البطانه بتاعته بتتحسب ازاي؟ بنقول دايما ان البطانه المرد البسيط هي ضعف المرد. يعني المرد ان كان 2 يبقى نضرب في 2، يبقى 2 في 2 بيساوي 4 سم، دي مسافه المرد البسيط البطانه بتاعته. طيب نيجي بعد كده المرد البسيط مع الريفير والكولسبور، برضه هو عبارة عن مرد بسيط بيساوي 2 سم. طيب الريفيرة بقى ازاي بنحسبها؟ يبقى بنحسبها مع البطانة، يبقى البطانة بتاعت المرد بتساوي عرض المرد، يعني بتساوي 2 زائد محيط الرقبة. يعني هو مثلا لو مديني محيط الرقبة 7 سم مثلا، يبقى 2 زائد 7 زائد 3 سم اساسي من خط الكتف تاني. يبقى احنا المرد البسيط مع الريفير هو المرد البسيط، المسافة المرد بتاعه اللي هو 2 سم. طيب البطانة بتاعته، البطانة بتاعته بيقول لي بيساوي عرض المرد اللي هو 2 سم زائد محيط الرقبة. انا قلت هنعتبر مثلا ان محيط الرقبة وهي في الغالب بيبقى 7 سم، طيب زائد 3 سم من خط الكتف. طب عرض المرد اساسي؟ ايوه اساسي. طيب 3 سم من خط الكتف اساسي؟ ايوه 3 سم من خط الكتف اساسي. يبقى ده البطانه بتاعت المرد بتساوي عرض المرد زائد محيط الرقبه زائد 3 سم. نيجي نحسبها كده، لو عرض المرد 2 زائد 7 يبقى 9، و3 يبقى ايه؟ يبقى 12 من خط الكتف، يبقى 12 لكل جهه من المرد. احنا عندنا مثلا طالما في مرد يبقى احنا عندنا الامام ده جزئين، يبقى كل جهه لها كام سنتي؟ عرض المرد 2 ومحيط الرقبه 7 يبقى 9، و3 يبقى 12. طيب و1 سم خياطه يبقى كده كام؟ 13، يبقى زائد مسافه الخياطه لكل جهه من الجهتين. طيب بعد كده نيجي للمرد الكروازيه.
المرد الكرواسيه هو نفسه شبيه بالمرد مين؟ بالمرد مع الريفير، بس اعرض شويه. بيقول لي بيتراوح من مين؟ من 5 ل 10 سنتي. بيقول لي ده حسب التصميم، يعني هو بيختلف من تصميم لاخر. ايوه بيختلف من تصميم لاخر، يعني مثلا البلوزات والفساتين بيبقى مسافته 5 سنتي، الجواكت بتبقى 6 سنتي. طيب امتى بيبقى 10 سنتي؟ في المعاطف، المعطف ليقة البلطو الكبيرة بتبقى مسافة المرد بتاعتها 10 سنتي. ودايما المرد الكروازيه بنلاقي فيه صفين زراير. تمام كده، يبقى احنا عندنا دلوقتي 3 انواع من انواع المردات. المرد البسيط اللي هو ده، المرد البسيط ده خط نصف الامام، وديت مسافة الايه؟ المرد البسيط. طيب المرد البسيط مع الريفير احنا المرد برضو اهوت، وبعدين لما نيجي نعمل البطانة بنطلع مسافة المرد تاني، وبعدين بنشف حارة الرقبة مع 3 سنتي من خط الكتف. حتى لو نلاحظ احنا محددين منقطين اهوت مكان البطانة عشان نشفها، بنتني على خط المرد ونشف المرد تاني بحارة الرقبة بخط الكتف. يبقى ده احنا واخدين الشكل ده اهوت في رسم الباترون او في الرسم الفني في الصف الثاني، وكمان السنة دي في الصف الثالث، يبقى الثالث. يبقى احنا عارفين شكل المرد الريفير والمرد الكروازيه، هي نفس فكرة المرد الكروازيه. طيب التوسعات، التوسعات بتتراوح من 3 ل 10 سم. ده على اساس ايه؟ ده على حسب طول التصميم وحجم الجسم. يعني ايه على حسب طول التصميم وحجم الجسم؟ التوسعات اللي هي اللي احنا دايما بنشوفها في نهاية الملابس، في عند الديل او في القصات الطولية بنلاقي فيه عندها توسيع. طيب امتى بقى بيكون 3 وامتى بيزيد لغاية 10؟ لو كان التصميم قصير يبقى بنستخدم 3، لو كان طوله متوسط بنستخدم اكتر من 3 لغاية مثلا من 4 ل 7 سم. طيب الطويل قوي بقى اللي هو بنستخدم له 10 سم. طيب الكسرات، الكسرات بيقول لي بيتراوح عرض الكسرة من 1 إلى 3 سم. ناخد بالنا كويس ان الكسرات لها عرض، لما نقول عرض الكسرة غير لما نقول مسافة الكسرة. الكسرة احنا عارفين ان هي طية في القماش، هي طية في القماش. طيب عرضها ايه؟ عرضها دايما بيبقى من 1 ل 3 سم، ان زادت عن كده هو اللي بيقول لي بقى، هو اللي بيعطيني في المعطيات يقول لي عرض الكسرة كذا. تمام؟ طيب انا دلوقتي انا عرض الكسرة عندي 2 من 1 ل 3. طب لو هي 1 سم يبقى مسافة الكسرة 2 سم، يبقى بنضرب في 2 على طول. طيب لو مسافة الكسرة، لو عرض الكسرة 2 سم يبقى نضرب في 2، يبقى مسافة الكسرة هتبقى 4 سم. طيب لو انا عندي عرض الكسرة 3 سم يبقى نضرب في 2 تبقى عرضها 6 سم. تمام كده، يبقى انا اخد بالنا كويس قوي ان هو لما يقول لي عرض الكسرة يبقى هنضربه، لما نيجي بقى نحسب المسافة بتاعتها يبقى نضرب في 2، يبقى عرض الكسرة غير مسافة الكسرة. إذا كان عرض الكسرة 2 سم فإن مسافة الكسرة 2 في 2 بتساوي 4. تمام كده. طيب بعد كده الكالونيه، الكالونيه دوت عبارة عن كسرتين متقابلتين. الكالونيه عبارة عن كسرتين متقابلتين. طيب أنا قلت الكسرتين دول هيتحسبوا إزاي والكالونيه دي هتتحسب إزاي؟ يبقى أنا لما أقول عرض الكسرة يبقى عرض الكسرة غير مسافة الكسر. عرض الكسرة 2 يبقى مسافة الكسرة هنضرب 2 في 2 يبقى يساوي 4. طيب أنا دلوقتي عايز أحسب الكالونيه على بعضها، وعرض الكسرة اللي مديها لي في الكالونيه 2 سم، يبقى احنا هنحسبها ازاي؟ احنا بنقول الكالونيه عبارة عن كسرتين، الكسرة عرضها 2 سم يبقى مسافة الكسرة الواحدة 4 سم. طيب يبقى الكالونيه اللي هي عبارة عن كسرتين كام؟ مسافتها كام؟ يبقى 4 في 2 ب 8، أو عرض الكسرة في 4. تاني، الكالونيه بنقول عبارة عن كسرتين متقابلتين. هنفرض مثلا ان هو مسافة الكالونيه بتساوي، احنا هنفرض ان مسافة الكسرة بتساوي 2 سم، يبقى احنا هنضرب في ايه مسافة الكالونيه؟ يبقى احنا هنضرب عرض الكسرة في 4. تمام كده. بعد كده الكشكشة والكرانيش، وبيتم حسابها على حسب نوع القماش ومرات التكرار. يعني ايه؟ يعني الكشكشة والكرانيش ده هوات بتختلف من قماش لآخر.
يعني انا عندي الكشكشه لو في اقمشه خفيفه يبقى بنضرب عرض القطعه اللي هي فيها الكشكشه في 3، تمام؟ لو في اقمشه خفيف، قال لي طب لو في اقمشه متوسطه يبقى بنضرب عرض القطعه الموجوده فيها الكشكشه او الكورنيش في 2.5. طب لو سميكه بنضرب في 1.5 او 2 على حسب هو ما يقول لي على درجه السماكه بتاعه القماش، تمام؟ ثالثا تحديد نوع القماش وعرضه وثمنه. مهم جدا انا احدد عرض القماش اللي انا هشتغل عليه ونوعه ايه. يعني ايه نوع القماش ايه؟ يعني انا عندي فيه اقمشه كتيره، احنا عندنا اقمشه طبيعيه واقمشه صناعيه. اقمشه طبيعيه زي القطن والصوف والكتان، واقمشه صناعيه زي البوليستر والنايلون والفيسكوز وخامات صناعيه اخرى، تمام كده؟ طيب هو القصد كده ولا احنا دلوقتي احنا مقصود باتجاه النسيج؟ ايوه، في عندنا قماش بوبره، في عندنا مثلا قماش في نقشه معينه عايزه اراعي اتجاهها وانا شغال. طيب في اقمشه مقلمه الطول واقمشه مقلمه بالعرض، يبقى انا لازم اراعي التقليمه اللي بالطول وبالعرض واعمل حسابها في اتجاه النسيج. طيب في لا هي هي في اقمشه ساده بس لها اتجاه، طبعا في اتجاه عرض واتجاه طول، يبقى انا لازم اخد بالي من اتجاه النسيج عرضي او طوله. طيب ويحدد لي ثمن القماش، ايوه يحدد لي ثمنه عشان اطلع ثمن القماش اللي انا استخدمته في الاخر. طيب بعد كده رابعا عمل رسم تخطيط. عمل رسم تخطيطي او توضيحي لاجزاء النموذج لمعرفة كمية القماش. يبقى انا ازاي هعرف ان التصميم او الموديل اللي عندي خد كمية قد ايه؟ يبقى انا بعد ما حددت عرض كل جزء من الاجزاء وطوله اللي في القطعة الملبسية، وضفت القياسات الفنية اللي هي زي مسافات الخياطة وزي السنايات وزي المرضات او المسافات ديت او التوسعات او الكشكشة، راعيتها كلها وزودتها، بعمل بقى رسم تخطيطي على القماش اللي هو محدده لي، سواء كان مقلم او كاروه او بوبره او بنقشه او هو ساده، ايا كان نوع القماش. بحدد لي عرضه اللي انا هعشق عليه او انا هعمل عليه قطع الاجزاء اللي هي عندي، وبعدين بحدد كميه القماش اللي انا هاخدها للقطعه الواحده. بعد كده بيقول لي تقدير كميه الخامات المساعده وثمنها. يعني انا مثلا عندي بلوزه فيها خدت المرد بتاعها خد 5 زراير، وهو عايز مثلا 5 بلوزات. طيب انا هحسب كمية الزراير ازاي؟ يبقى انا هضرب ال5 بلوزات في الاربع ايه، او ال4 بلوزات في ال5 زراير. كل بلوزة عندي بتاخد 5 زراير، وهو عايز مثلا 10 بلوزات، يبقى اضرب 10 في 4 يديني كمية الزراير. طيب كل مثلا لو هي جيبة، مثلا الجيبة بتاخد سوستة، عايزين لها سوستة وكوبشة، وهو عاوز 100 جيبة، يبقى أنا عندي كمية الخامات المساعدة قد إيه؟ يبقى 100، يبقى كمية السوست 100 وكمية الكوبش 100 برضو، تمام؟ لأن كل قطعة بتاخد سوستة، أو كل قطعة بتاخد كوبشة، تمام كده؟ بعد كده تحديد الكميات المطلوب إنتاجها، يعني هو عاوز كمية قد إيه؟ يعني هو إداني موديل معين، انا بعد ما احسب الكميه من الخامات الاساسيه اللي هي الاقمشه والخامات المساعده اللي هو زي الخيوط والزراير والحاجات ديت اللي خدتها القطعه الواحده، هيقول لي اطلبي بقى او حددي الكميات المطلوبه للعدد الايه الكلي. يعني هو مثلا طلب مني 500 بلوزه، وانا حسبت الكميه للبلوزه الواحده، يبقى انا هضرب الكميه اللي طلعت البلوزه الواحده في العدد اللي هو ايه 500. بعد كده بيقول لي سابعا تقدير الزمن اللازم للتشغيل واوقات التعطيل وسببها. ايوه، يبقى هو هيحدد لي الزمن، انا هحدد الزمن اللازم لتشغيل الكميه كلها. يعني زي انا ما قلت في نظام التشغيل اللي هو في تحديد الاجور في الاول، لما قلت في نظام بالقطعه وفي نظام بالورديه اللي هو باليوميه وفي نظام بالمكافاه، انا قلت هو مثلا هينتج لي في اليوم 20 قطعة. طب ال500 قطعة هيبقى هينتجها لي على كام يوم؟ يبقى هنقسم ال500 على ال20، هيطلع لي عدد الايام، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي ثامنا المصاريف الاضافية.
المصاريف الإضافية ديت اللي هي زي ايه؟ دي المصاريف الإضافية ديت اللي هي زي المصاريف الغير مباشرة اللي احنا ما احنا شايفينها في المنتج الملبسي، اللي هي زي ايه؟ زي استهلاك الماكينات، زي استهلاك الكهرباء والمية، مصاريف النقل، دي كلها مصاريف إضافية بتضاف على ثمن المنتج بس ما هيش واضحة بطريقة مباشرة في المنتج اللي قدامي، تمام؟ طيب، وإضافة نسبة ربح، وبيمثل نسبة مئوية من التكلفة النهائية للسلعة. بيقول لي بنضيف نسبة ربح، طبعا هو بعد ما حسب لي التكلفة الكلية للقطعة الملبسية اللي قدامي على أساس كل مرحلة من مراحل الإنتاج، حسب لي التكلفة الكلية للسلعة أو القطعة الملبسية. طيب هو إيه المكسب العائد ليه؟ يبقى هو هيضيف نسبة ربح. نسبة الربح ديت بتبقى نسبة مئوية من التكلفة الكلية، يعني هي مثلا التكلفة الكلية بتاعته طلعت 200 جنيه، القطعة أو إنتاج البلوزة أو الفستان كلفه 200 جنيه، هو يضيف نسبة ربح مثلا على حسب النسبة اللي هو محددها 10% أو 20%، يبقى ساعتها هيبقى 220 أو 240 على حسب النسبة المئوية اللي هو محددها نسبة ربح. نيجي بقى ناخد مثال نطبق على الكلام دوت، وهو مثال بسيط جدا بيطبق لي ازاي بنحسب كمية القماش. يبقى هي اول خطوة من خطوات حل المقاسة، اللي احنا هنحلل النموذج اللي قدامي ونحدد كمية الخامات الاساسية اللي اخدتها الموديل اللي قدامي. بيقول لي يقوم احد المصانع بانتاج 400 بلوزة، وذلك حسب المواصفات الاتية. مواصفات التصميم عبارة عن بلوزة سبور بكم طويل، بلوزاية كم طويل واسورة ومرد كالونيه وكور القميص الافرنج، تمام كده؟ طيب بيقول لي بلوزه بمرد كالونيه وكم واسوره وكور القميص الافرنج. طبعا احنا كلنا عارفين كور القميص الافرنجي واخدينه السنه اللي فاتت في الصف الثاني في الرسم الفني وعارفين هو عباره عن ايه. طيب الكور القميص الافرنجي عباره عن ايه؟ عباره عن قطعتين، قطع علوية وقطع سفلية، الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. طبعا وعرض الجزء اللي فوق وطوله بيختلف عن عرض الجزء اللي تحت وطوله في كور القميص الأفرنج. طيب ايه المرد الكالونيه دي يا أستاذة؟ المرد الكالونيه دوت احنا ما جبناش سيرته في المردات، هل هو نوع من أنواع المردات؟ ممكن نقول عليه نوع من أنواع المردات، وممكن نقول لا عادي ما فيش أي مشكلة، ده هو المرد البسيط وفوقيه ايه؟ فوقيه كسرة. الكالونيها ديت احنا قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كسرتين متقابلتين، بس احنا عندنا هنا الكالونيه في ناحية واحدة، مداري اللي هو الايه؟ مداري المرد في الناحية اللي فوق، يبقى احنا عندنا نص كالونيه، يعني كسرة واحدة من الكسرتين بتوع الكالونيه. يبقى احنا عندنا المرد الكالونيه دوت نوع من انواع المردات، هو المرد البسيط وفوقيه طية من القماش اللي هي الكسرة اللي هي نصف كالونيها. طيب نيجي نقول بقى نحل بقى، بقول لي ايه المقاسات، مديني الابعاد بتاعه الايه، بتاعه التصميم اللي قدامي، البلوزه اللي قدامي. احنا قلنا اول خطوه من الخطوات بنحلل اجزاء الموديل، اول خطوه من خطوات حل المقاسه تحليل اجزاء الموديل. ايه هي اجزاء الموديل؟ زي انا ما قلت، زي ما قلنا ان احنا بنشوف اللي قدامي دوت عباره عن امام وعباره عن خلف. الامام عباره عن كام جزء؟ عباره عن جزئين. ليه يا ابله؟ ده هي في عندي صف زراير، في عندي مرد كالونيه في النص، يعني بيفصل لي الامام جزئين، تمام كده؟ طيب وفي عندي خلف قطعه كامله، وفي عندي كم واسوره وكوله، تمام كده؟ يبقى انا كده اسمي بحلل اجزاء مين؟ الموديل. طب ايه الابعاد القياسيه بتاعه الاجزاء بتاعه الموديل ديت؟ مدهاني اهيت، بقول لي عرض نصف الامام 26، نص الامام يعني ناحية واحدة من ناحية الأمام 26 سم، النص، تمام؟ طيب لما نيجي نحسب، احنا هنعمل نحسب نص الأمام، الأمام كامل ازاي؟ طيب احنا عندنا الناحية اليمين والناحية الشمال للأمام، هل الناحية اليمين زي الناحية الشمال؟ لا، الناحية اليمين فيها كالونيه أو فيها كسرة مدارية على المرد. طيب هي موجودة في الناحية التانية؟ لا، ما هياش موجودة. يبقى احنا عندنا هنحسب كل نص لوحده، لان النص ده بيختلف عن النص ده. طيب ايه بقى اللي احنا هنحسبه؟ هنقول نص عرض الامام بندهولي 26،
ايه اللي هنزوده عليه؟ مسافة خياطة الجنب 1 سنتي، ومسافة المرد عندي 2 سنتي، والبطالة بتاعت المرد كام؟ المرد البسيط ضعف عرض المرد، يبقى 2 × 2 بـ4، يبقى 2 + 4، زائد مسافة مين؟ زائد مسافة الكالوناه او الكسرة اللي هي مدارية المرد. احنا عندنا المرد 2 سنتي، يبقى لازم تكون الكالونيه اللي فوق المرد قد المرد 2 سنتي برضو. يبقى احنا عندنا مسافة الكالونيه قد ايه؟ 2 × 2 بـ4، تمام كده. وهنستعرضها في خطوات الحل وهنشوف بعد كده. بيقول لي الخلف نص عرض الخلف 24، طول البلوزة 65. هل طول البلوزة من قدام مختلف عن ورا؟ لا، هو نفس الطول، يبقى طول الأمام 65 وطول الخلف 65. طيب عرض الكم، لما نرجع للقاعدة الأساسية بتاعة الكم، عرض الكم بنزود عليه مسافة الخياطة بس اللي هي 2 سنتي. طيب طول الكم لو كان كم من غير إسورة، يبقى احنا بنزود ايه؟ 1 سنتي من خط الكتف و2 سنتي من نهاية الكم اللي هي عشان تانية الكم. طيب هو بإسورة، يعني لسه هيتخيط في إسورة، يبقى واحد بنزود 1 سنتي من خط الكتف و1 سنتي من نهاية الكم عند بداية الإسورة، يبقى طول الكم زائد 2 سنتي. طيب مقاس الإسورة، الإسورة لها عرض وطول، العرض بينضرب في 2 لأن لها بطانة. طيب والطول، الطول بنزود عليه 2 مسافة خياط. مقاس الكول مديهولي 45 اللي هو الجزء العلوي، والجزء السفلي 43. واحنا عندنا الجزء العلوي غير الجزء السفلي، الجزء العلوي ليه بطانة برضه والجزء السفلي ليه بطانة. طب ايه المختلف بينهم؟ الجزء السفلي ممتد لغاية المرد بتاع الزراير، يبقى احنا بنزود عليه مسافة المرد. نيجي نشوف الحل ازاي. هو الاول بيقول المطلوب معرفة كمية القماش اللازمة لتنفيذ الكمية مع اضافة الحياكات والثنايات حسب الاصول الفنية، علما بان عرض القماش 80 سنتي. نيجي نشوف بقى الحل ازاي. بنقول اولا الامام، الامام العرض الجهة اليمنى ازاي؟ قلنا احنا قلنا الجهة اليمنى بتختلف عن الجهة اليسرى. ليه؟ لان الجهة اليمنى فيها كالونيه اللي هي مغطي المرد. طيب المرد البسيط هو بيقول لي عرض الامام نصف عرض الامام 26، يبقى هو 26 زائد 2 مسافة المرد زائد الاربعة بطانة، يبقى ده المرد البسيط والبطانة بتاعته. طيب زائد 4 مسافة الكسرة، هو طالما المرد 2 سنتي يبقى عرض الكالوني، عرض الكسرة بتاعت الكالونيها يبقى 2 سنتي، تبقى مسافة الكالونيها كام؟ 4 سنتي. زائد 2 سنتي ايه؟ خياطة الجنب وعند نهاية المرد، المجموع كله بيساوي 38 سنتي. نيجي نشوف عرض الأمام الجهة اليسرى بتختلف عن الجهة اليمنى. طيب يبقى احنا بنقول عرض نصف الأمام هو مديهولي 26 زائد 2 مرد زائد 4 بطانة. هل في كالونيها هناك؟ لا مفيش كالونيها، يبقى زائد 2 سنتي مسافة ايه؟ مسافة خياط. تاني الخلف الجهة اليسرى، الأمام قصدي، عرض الأمام الجهة اليسرى بيساوي 26 زائد 2 سنتي مرد زائد 4 بطانة زائد 2 مسافة خياطة، يبقى المجموع كله بيساوي 34. يبقى احنا كده خلصنا الأمام جهة يمنى وجهة ايه؟ يسرى. نيجي نشوف طول الأمام قد ايه؟ طول البلوزة للأمام كام؟ قال لي احنا من هو مديهولي 65، ايه القياسات الفنية اللي احنا هنزودها؟ 1 سنتي خياطة الكتف زائد 2 سنتي تانية الديل بتساوي 68. يبقى احنا كده انتهينا من الجزء الامامي، تمام. نيجي بقى للخلف. الخلف اهوت، الخلف هل في خياطة من النص او في فاصل او في مرد او في اي حاجة او في سوستة؟ لا مفهوش، ده هو الخلف كامل من الجنب للجنب. يبقى احنا هنحسبه ازاي؟ هو قايل لي نصف عرض الخلف 24، قايل لي مديني في المقاسات نصف عرض الخلف 24، يبقى احنا هنضرب عشان نجيب الخلف كامل، يبقى احنا بنضرب ال 24 في 2 عشان يديني الخلف كامل. طيب ومسافة الخياطة 1 سنتي خياطة من الجنب ده و1 سنتي خياطة من الجنب التاني، يبقى 24 في 2 عشان يديهوني كامل زائد 2 سنتي خياطة، يبقى بيساوي 50 سنتي.
طيب هل الطول يختلف عن قدام؟ لا، طول البلوزة من ورا زي قدام، يبقى طول البلوزة للخلف هو هو طول الأمام، 65 زائد 1 زائد 2 تاني الديل بيساوي 68. كده تمام، يبقى احنا كده حسبنا وزودنا القياسات الفنية بتاعة الأمام والخلف. ننقل بعد كده نيجي على مين؟ على الكم. طيب احنا قلنا عرض الكم، احنا عندنا كام كم؟ كام قطعة؟ 2. طب الكم الواحد كام؟ احنا عرض الكم بيقول لي 32. ايه المسافات اللي احنا بنزود عليه؟ 2 سم مسافة خياطة بس بيساوي 34. كام قطعة؟ كمين. يبقى احنا لما نيجي نعمل الرسم التخطيطي هنحطه على القماش، او في الرسم التخطيطي نحطه ايه؟ نحطه مرتين لان احنا عندنا كمين. طيب طوله كام؟ طول الكم قايل لي 60 سم في المقاسات، طيب بنزود عليه ايه؟ 2 سم. ليه 2 سم؟ لان في اسورة، يبقى واحد كتف وواحد خياطة في الاسورة، يبقى بيساوي 62 سم. بعد كده عرض الاسورة ايه اللي عرضها؟ 4 سم. الاسورة طبعا احنا عارفين ان ليها بطانة متنية ما فيهاش خياطة من الجهتين، يبقى هي، يبقى احنا عارفين ان الاسورة لها بطانة، يبقى هي 4 هي عرضها زائد 1 سم، الكل في 2 بيساوي 10 سم، يبقى عرض الاسورة الواحدة 10 سم. تاني عرض الاسورة مديهون 4 زائد 1 خياطة في 2 عشان البطانة بيساوي كام؟ 10 سم. طيب احنا عندنا كام اسورة؟ احنا عندنا كمين، يبقى عندنا اسورتين، يبقى احنا عندنا 2 قطعة اسورة. طب طولها كام؟ طولها اللي هو بيلف حوالين الذراع اللي هو حوالين الرسغ مديكي مقاس الاسورة 20 سم زائد كام؟ زائد 2 سم مسافة خياط بيساوي 22 سم. بعد كده بنيجي للكولة اللي هي كولة القميص الافرنجي، واحنا عارفين كلنا زي ما احنا دارسين وواخدين وعارفين الكولة القميص الافرنجي ان هي عبارة عن جزئين، جزء علوي وجزء سفلي، والجزء العلوي بيختلف عن عرض وطول الجزء السفلي. ناخد الاول الجزء العلوي قايل لي 5 سم، بنزود عليه ايه؟ 2 سم مسافة خياطة بيساوي 7 سم. 2 قطعة ليه بقى؟ عشان البطانة، 2 قطعة للبطانة. تاني عرض الكولة الجزء العلوي هو مدوني 5 سم، في حياكة من ناحيتين، في خياطة من ناحيتين، يبقى احنا عندنا 2 خياطة بيساوي 7 سم. طيب البطانة فين؟ يبقى احنا هنحطها على القماش او في الرسم التخطيطي مرتين، يبقى احنا عندنا قطعتين عشان البطانة. طيب طولها بقى، طول الكول الجزء العلوي اي 40 في نهايته 1 خياطة من الجهة دي وواحد خياطة من الجهة التانية، يبقى 2 خياطة، يبقى يساوي 42. يبقى ده البطانة الجزء العلوي. طب البطانة الجزء السفلي او الكولة الجزء السفلي قايل لي عرضه 3 سم، عرض الكولة الجزء السفلي 3 سم، يبقى زائد 2 خياطة بيساوي 5، وقلنا برضو عشان لها بطانة يبقى هي 2 قطعة. طب طولها كام؟ طول الكول الجزء السفلي 40 زائد ايه اللي بنزوده عليه بقى؟ 4 سم مرد للجهتين، نهايتي الكولة من ناحيتين في 2 سم مرد هنا و2 سم مرد هنا، 2 سم للعروة و2 سم للزرار، يبقى 4 سم زائد 2 خياطة يبقى بيساوي 46. باقي عندنا أجزاء تانية من النموذج اللي قدامي. احنا دلوقتي خلصنا أمام عبارة عن قطعتين أو جزئين، خلصنا الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وطول البلوزة عرفناه. طيب والخلف عرفنا ان هو قطعة واحدة وطوله هو نفس طول الأمام، وجبنا عرض الكم وطوله وعرض الإسورة وطولها، وجبنا الكولة عرضها وطولها سواء كانت جزء علوي وجزء سفلي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ نيجي للرسم التخطيطي. ده هو مديني في المعطيات، مديني عرض القماش 80 سم اللي انا هعشق عليه او هحط عليه الباترون بتاعي او الاجزاء بتاعتي. طيب احنا عندنا حب نعمل بمقياس رسم، احنا عندنا شكل الورقة ده طبعا احنا كلنا مشتهين عنه، احنا عندنا الكراسة المربعات اللي احنا شغالين فيها مادة المقايسات عبارة مقسمة الى سنتيمترات بالعرض وبالطول،
إذا مقياس الرسم ده بتاعي أو الرسم التخطيطي بتاعي بيبقى بمقياس رسم مصغر، ما هوش الطبيعي. يعني مش التمانين هيبقوا 80 سنتي على في الكراسة، لا لازم نرسم بحجم مصغر، يبقى بنرسم بمقياس رسم 1:10. يعني ايه بمقياس رسم 1:10؟ زي احنا مثلا لما بنرسم في الرسم الفني بمقياس رسم مثلا 1:2 او 1:3 او 1:4. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هو لو قال لي ارسم بمقياس رسم 1:2، يبقى كل مقاس في الباترون احنا بنقسمه على 2، بنصغره النص. طب لو قال لي ارسم بمقياس رسم 1:3، يبقى احنا اي مقاس في الباترون عندي بنقسمه على ايه؟ بنقسمه على 3، وهكذا على 4 لو قال لي ارسم بمقياس رسم 1:4. طب لو قال لي ارسم بمقياس رسم 1:1، يبقى هو المقياس الرسمي يبقى عند ال 80 سم، هم 80 سم 1:1، مفيش لا تصغير ولا تكبير. طيب احنا دلوقتي بنقول عشان احنا بنعمل في كراسة صغيرة او بنشتغل على ورقة مربعات، احنا بنقول كل 10 سم على القماش بيساوي 1 سم عندي في الكراسة. يعني كل 1 ملي ب1 سم. تاني احنا بنعمل الرسم التخطيطي بمقياس رسم. بمقياس رسم كام؟ 1:10. احنا عندنا 0 ل 10 ده مسافة 1 سم بالمسطرة. ده مسافة 1 سم. يعني كل بس انا كاتبه قباله ايه؟ 10. يعني كل 10 سم في القماش بتمثل 1 سم عندي على ورق المربعات. طيب يبقى انا هنا قست 80 سم لغاية هنا، لو احنا شايفين المؤشر كلنا اهوت 80، حددت عرض القماش وشديت خطه بالطول عشان انا ما اطلعش عن الحيز دوت. يبقى انا ما اطلعش عن حيز خط ال 80 اللي هو عرض القماش. طيب ورقمت بالطول، نفس الترقيم بالعرض هو نفس الترقيم بالطول، تمام كده. طيب احنا دلوقتي بنقول عرض الامام. عرض الامام كامل جزء الجهة اليمنى عرضه 38، حطينا 38 في طول 68. طيب عرض الامام الجهة اليسرى عرض 34 في طول نفس الطول، تمام كده. يبقى احنا عندنا حددنا عرض وطول الامام الجهة اليمنى، حطينا على القماش اهوت اللي احنا بنقول بنفترض ان هو القماش، وعرض الامام الجهة اليسرى في نفس الطول. طيب الباقي اللي عندنا ده ايه؟ الباقي ده عندنا عادم من القماش. لو هي مساحة كافية ان انا احط فيها الاجزاء الصغيرة ديت ماشي، ما تكفيش يبقى ده عادم من القماش. نحط بعدها ايه؟ يبقى احنا ما نطلعش عن الحيز بتاع 80. طيب نحط بعدها الجزء اللي بعدها ايه؟ الجزء اللي بعده الخلف. عرض الخلف 50، بنقيس 50 في طول 68 اهو، اتحددته. يبقى انا خدت كام طول؟ خدت طول 68 في القماش للامام، وكمان طول لمين؟ للخلف. طب هل الجزء المتبقي دوت في القماش بالعرض هل ينفع احط فيه كم؟ تعال نشوف كده. الكم عرضه 34 وهنا عرض الخلف 50، 34 و50 بيطلع 84. طب بس انا عندي عرض القماش 80 بس، يبقى انا ما ينفعش احط هنا كم، يبقى انا هنزل بطول جديد. يبقى انا هنزل في طول القماش بطول جديد واحط الكم. الكم طوله كام؟ الكم طوله 62، وعندي هنا ايه؟ عرض 34. احنا عندنا كام كم؟ كمين، تمام كده. طيب باقي عندنا مين؟ باقي عندنا الكولا والاسوره، الاجزاء الصغيره. يبقى انا هحاول استغل الاماكن الفاضيه ديت الصغيره ديت واحط فيها الايه؟ الاجزاء الصغيره عشان ما اخدش طول زياده في القماش. يبقى انا بستغل القماش وعشان اوفر اقل كميه او اقل كميه عادم من القماش، تمام كده. يبقى انا الاجزاء الصغيره حطيتها في الايه؟ في الاماكن الفاضيه مع مراعاه اتجاه النسيج. يعني الجزء الطولي بالطول، يعني طول الكولا هو طول الكولا والعرض هو العرض، تمام. يبقى انا عندي دي الكولا الجزء السفلي عرضها 5 سم في الطول 46 هي والبطانه بتاعتها. طيب الكولا الجزء العلوي طولها 42، الطول اهو 42، والعرض كام؟ العرض 7 سم. الكولا والبطانه بتاعتها، تمام. طيب الاسوره، الاسوره احنا عارفين ان الاسوره بالبطانه بتاعتها اهيت، والاسوره الثانيه بالبطانه بتاعتها ايه، تمام كده.
طيب يبقى احنا لما نيجي بقى نحسب، احنا عملنا الرسم والتخطيط اهوت وحطينا اجزاء الموديل على الايه، على الورق المماثل للقماش او اللي عملنا الرسم التخطيطي بتاعه. طيب كل بقى البلوزه الواحده خدت كم، قد ايه من الطول القماش اللي عرض 80، 68 زائد 68 زائد 62. نيجي نحسب كده، يبقى انا عندي عرض القماش اللي 80 خدنا قد ايه منه طول للبلوزه الواحده. نيجي نشوف كده، يبقى من الرسم التخطيطي بيتضح ان كميه القماش اللازمه للبلوزه الواحده، انا قلت خدت طول للامام 68 زائد طول للخلف 68 زائد طول الكم 62 بيساوي 198 سنتي او متر صحيح و98 سنتي. احنا عارفين ان المتر 100 سنتي، احنا عندنا 198 سنتي، يبقى 1 متر و98 سنتي دي كمية القماش اللازمة للبلوزة الواحدة. تمام كده. طيب هو طالب مني كام بلوزة؟ ده هو في الاول خالص طالب مني 400 بلوزة. طب 400 بلوزة انا هحدد كمية القماش اللي هتاخدها ازاي؟ يبقى انا عندي كمية القماش اللازمة للبلوزة الواحدة 198، هنضربها في مين؟ في 400 عشان تطلع لي كمية القماش اللازمة للكمية كلها. يبقى احنا عندنا كمية القماش اللازمة للبلوزات كلها 400 في 198 بيساوي 792 متر. يبقى احنا كده ده كان مثال بسيط عشان ازاي نحسب كمية القماش اللازمة للبلوزة ديت. يبقى احنا كده نرجع تاني كده، بنقول اللي عندي التمرين دهوت بنراجع عليه تاني، هو موديل بلوزة وكان عاوز منه عدد 400 بلوزة ومديها لي بالمواصفات اللي قدامي ديت وقايل لي حددي كمية القماش بس. نستعرض بعد كده، قال لي المقاسات بتاعتها، اديها لي بالابعاد بتاعتها وابعاد كل جزء منها، واللي زودنا القياسات الفنية بتاعتها، قلنا الامام بنراجع عليه تاني اهوت، قلنا عرض الامام الجهة اليمنى وعرض الامام الجهة اليسرى، وقلنا ان الجهة اليمنى بتختلف عن الجهة اليسرى، وطول البلوزة للامام هو نفسه طول البلوزة لمين؟ للخلف. طيب قلنا ان الخلف قطعة واحدة مفهوش اللي هو مفهوش خياطة من النص غير خياطة الجانبين، عشان كده احنا خدنا نصف عرض الخلف وضربناه في 2 وبعدين زائد 2 خياطة اداني العرض كامل. وبعد كده نقلنا على مين؟ على الكم طول وعرض، والاسورة طولها وعرضها، وقلنا ان الكم عندنا منه قطعتين والاسورة قطعتين والكول جزء علوي وجزء سفلي، وحددنا كمية القماش اللازمة للبلوزة الواحدة وال 400 بلوزة. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة من مادة المؤسسات والتكاليف للصف الثالث. شكرا لكم وإلى اللقاء.